تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وبعث الله مقام محمود الذي وعدته.
أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استو. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت وتعاليت ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. أحبابنا، أقف الآن بأرض وقف الرحمة. هذه الأرض تنتظر مساهمتكم، تنتظر تبرعكم. لماذا؟ لأنها وقف في سبيل الله، يعود ريعه على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين. ومن الذي بدأ بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله اسم إلى الآن؟ عثمان بن عفان.
لا زال وقفه مستمر إلى الآن في ميزان الحسنات. ألا تريد أن تفتح لك صحف الحسنات ويبقى أجرك مستمرا في حياتك وبعد موتك؟ تريد تبر والديك برا عظيما؟ أوقف لوالديك، أوقف لأسرتك، ولهذا سوف تجد أثر هذا الوقف زيادة في الأجر، زيادة في الرزق، سعة في الصدر، رحمة من أرحم الراحمين. يوم تفريج الكربات، يوم العرض الأكبر، يفرج الله كربتك، لأنك فرجت عن مريض ويتيم ومكروب وأرملة ومسكين ومحتاج، الله يفرج عنك. وأسأل الله أن كل من ساهم وتبرع في هذه الأرض التي تنتظر كما ترون دعمكم وسخاءكم وبذلكم أن يكون في ميزان حسناتكم ويتقبل منه ومنكم. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أفخر الطيب، سعر وجودة. مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور. دهن براشين بيور صافي. تايجر للمناسبات. دهن تراد بيور صافي. مسك أفخر المميز للجسم. رقائق فيتنامي طبيعي. وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب. وللحصول على خصم إضافي استخدم كود BD1. استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك، جاي عيد الذكريات، مرحبا واليوم زاد الشوق فينا، تاج عز ومجد وفخر ومنيات، نبتدينا من تهينا من تهينا. التوفير هالهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. السيف جاليري، حياكم. مع مشاغل الحياة ودنا نعطي وقتنا قيمة. خاتم التسبيح الذكي من كارديال يساعدك على الذكر والتسبيح اليومي ويذكرك بأوقات الصلاة. والأجمل إنه مربوط بتطبيق خاص فيه، تقدر تحدد فيه نوع الذكر وعدده واتجاه القبلة وأشياء كثيرة. خاتم مريح وعملي وضد الماء ويدوم شحنه ل15 يوم، متوفر بثلاث مقاسات وعدة ألوان. هدية مميزة وأجرها مستمر. نهيب الإخوة جميعا المبادرة والمشاركة في جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء. ومعلوم أيها الإخوة أن الأوقاف الشرعية لها أثر عظيم على حياة المسلم بعد موته خاصة، وينبغي للإنسان ألا يبخل على نفسه. فمن الأشياء التي التي يتحسر عليها الإنسان بعد موته، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. فينبغي الإنسان يغتنم أوقاته في مثل هذه الأوقاف، وما أفاء الله عز وجل عليه في مثل هذه الأوقاف المباركة. والوقف خيره دائم لا ينقطع إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الصدقات الأخرى فهي تمضي، وربما يعني أجرها ينقطع بموت صاحبها، ولكن الأوقاف أيها الإخوة خيرها دائم أبدي بعد موت الإنسان،
وينفعه بإذن الله عز وجل في دنياه وآخرته. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هشام صح بدن. الحمد لله اللي أنعم علينا بإتمام هذه الصلاة، والحمد لله اللي أنعم علينا وعليكم أنعم علينا بالعافية والصحة أن أدينا هذا الفرض. والله يحييك الكابتن طارق. الله يبقيك. طبعا احنا الآن في مقر، هو مقر وقف احنا قايمين عليه ما شاء الله تبارك. مع الأنشطة اللي يسويها سواء الشعرية أو الأدبية أو الفرايحية وحتى الطرفة والوناسة والرياضة والأحفاد والأبناء كلهم الحمد لله، وباقي عندنا أفكار قادمة. لازم يوميا نخصص جزء لله تعالى اللي هو في النشر لهذا الوقف، وان نحضر فيه حتى مع ضيوفنا حتى هم يشاركون معنا في الاجر، لان الدال على الخير كما قال. صح. ابا نواصل عن كلامنا عن الرياضه، واحد اركان البيت هنا وهو والله انه يستحق ان نعطيه الكلام اكثر واحد، لانه اكثر رجل مهتم بالرياضه ما اعطينا حقه في الكلام، فانا بخلي المداخله كلها الان لين نختم لابو علي. تفضل ابو علي. بيش عن لا لا عن الرياضه تفضل. اسئله الرياضه طال عمرك كان فيه اول شيء، فكان فيه اسئله كثيره تدور عن، وسالتك هذا الحين على انه ما بيجينا السؤال، لكن عشان ارسلتها لهم واتساب. الانسان اللي عنده جلطه لا سمح الله، كيف التمارين ممكن تفيده حتى تهون عليه من هذا او تخفف عليه قصك في الدماغ؟ اللي عنده جلطه ويقدر يتحرك حركه بسيطه، وش اللي يسوي عموما؟ طيب بداية احنا نوضح مفهوم الجلطات. عموما عادة يصير فيه انسداد في اللوعة الدموية بسبة تخثر في الدم، او انه مثلا يكون فيه ارتفاع في معدلات الكوليسترول او الدهون فسبب انسداد لاحد الأوعية الدموية فتصير الجلطات عادة. لكن الرياضة زي ما قلنا تساعد على توازن تخفيض الدهون الثلاثية، تخفيض الكوليسترول، تنشيط الدورة الدموية، هذه كلها بعد الله تحمي من الإصابة بالجلطات. لكن شخص مثلا جته جلطة، ما ننصح أنه يمارس نوع من أنواع الرياضة بالطريقة اللي يقدر عليها. وزي ما قلنا النشاط الرياضي يعتمد على رفع معدل ضربات القلب، فبالتالي القلب سبحان الله زي المضخة في الجسم. صحيح. إذا, إذا, إذا ارتفع معدل ضربات القلب زاد نشاط الدورة الدموية، فبالتالي هذه راح تجدد او تساعد على تحرك الدم، فهذا الشيء راح يساعد على تقليل او تخفيف الاثر من الجلطات هذه. برضو حتى الجلطات بعضهم ضروري يتابع مع اخصائي علاج طبيعي عشان يساعد على تحسين حركه جزء معين، لان بعضهم اذا جت جلطه يصير عنده تعطل بعض الاطراف او يصير فيه ثقل في اليد او الرجل، في اليد او الرجل، هذه ترجع لاخصائي علاج طبيعي يحط لها خطه علاجيه بحيث انه يتماشى مع الوضع الصحي له، وبالتالي يقدر يتخطى فتره الجلطه هذه. طيب السؤال الثاني على عجل عشان ناخذ حق الجمعيه وما ناخذ على مقدمه. لا لا تفضل. اللي عرفنا انه يقول لك تغد وتمد وتعش وتمش، متى يكون النوم افضل بعد العشاء؟ لانه تعرف انه يكون النوم عميق خطر على المعده. العباره هذه صحيحه؟ عش وتمش. طيب وش الفكره من العباره هذه؟ عاده وقت النوم يصير فيه خمول في الدوره الدمويه، لان ينخفض معدل ضربات القلب فبالتالي تبطا الدوره الدمويه. فتخيل معايا توك ماكل ورحت نمت، يعني الهضم راح ياخذ فتره اطول، نقل العناصر الغذائيه بعد الهضم راح ياخذ فتره اطول، لان اساسا الدوره الدمويه بطيئه، فبالتالي ما ينصح انه الواحد ينام بعد الاكل مباشره. لكن هي فعليا ما فيها اشكاليه
لكن الافضل اذا الواحد قدر مثلا ياكل قبل النوم فتره كافيه بساعتين مثلا ساعه ونص او ساعتين جدا مناسبه, بحيث انه يكون الاكل انهضم وبدا يتوزع على الجسم من خلال الدوره الدمويه, لان الدم هو اللي ينقل العناصر الغذائيه المرتبطه بالاكل. فيفضل انه الواحد يقدم وقت الاكل يصير في فتره كافيه ما بين الوجبه الاخيره والنوم. طيب سؤال برضو مهم جدا جدا, الشراب ماذا توصي في القاعده تقول, او اول معلومه اللي عرفناها من بعض, ولك الخيار انك تجاوب ولا ما تجاوب. كم المسافه بين انك تشرب ماء في الصباح قبل الاكل, وهل تفضل الماء الدافي او الماء المعتدل؟ يا سلام. طيب سؤالك حلو, في اشكاليات كبيره جدا في موضوع الماء. بعضهم يقول لك اشرب ماء دافي, بعضهم يقول لك اشرب ماء بارده. عموما الماء عموما في الاخير هو مساره واحد, سواء كان بارد او حار. الجسم سبحان الله اجسامنا مكون 75% من اجسامنا عباره عن مويه, صحيح, وتوصل الى اكثر من ذلك. ف ترطيب الجسم مهمه اساسيه المفروض الواحد يسويها. يفضل انك تباعد ما بين وقت الوجبه وشرب المويه. بعضهم تلقاه هو يشرب, هو ياكل يشرب الغلط, اي ياثر على عمليه الهضم. اي فقد ما تقدر اذا الواحد يباعد ما بين شرب المويه قبل الوجبه مثلا, ياخذ له فتره كافيه من نص ساعه الى 45 دقيقه اشوفها مناسبه, وما بعد الاكل نفس المده. هذه تساعد جسمك على انه ترطب جسمك, يحسن عندك عمليه الهضم اذا شربت مويه قبل الوجبة بفترة كافية, وبعد الوجبة بفترة كافية برضو, بحيث انك ما تضر على عملية الهضم, يتم الهضم بطريقة سهلة, وتقدر تاخذ كمية الموية اللي تحتاجها. لكن دائما نفضل ان الواحد يوزع الموية على مدار اليوم كامل, ويحاول انه قد ما يقدر يقفلها 3 لتر في اليوم. يقالوا 3 لتر اقل شيء, افضل شيء. واذا قدرت انك تزيد ترى ما في اشكالية, ما في اشكالية, كل ما زدت راح تشوف فائدة اكبر, راح تأثر تشوف الجلد عندك صار صحي أكثر, الشعر, الوجه. الموية لها تأثير شرب الماء جدا, حتى الهضم, حتى الهضم, المزاج, التفكير, كلها تتأثر ترى ترتبط بالموية. الخضرة الخضرة بعد الأكل أحسن ولا بعد ولا قبله؟ الفاكهة أثناء الفاكهة. أي نعم, عموما ما الفاكهة زي ما قلنا فيها سكريات فترفع معدل السكر في الدم, مثل البرتقال. اي ما في اشكاليه سواء اكلتها قبل ولا بعد, لكن يعني انت يفضل زي ما قلنا دائما توفر العناصر الاساسيه زي البروتين والكربوهيدرات, وبعدها تقدر تاكل الفواكه. الاحسن قصدي هذا. الناس الان ياكلون بعد الاكل, والناس قرينا يقول لا الافضل من قبل الاكل. ما في افضليه لشيء معين, ما في افضليه. انا اقول ضربه واحده. الله ما في افضليه. طيب كابتن طارق, يمكن السؤال الاخير هذا, عندك حاجه دائما الناس ياخذوها عاده بعد العشاء, يكثرون القهوه او المنبهات او شرب اللبن, هل تفضلها انه ياخذون على قدر معين, او تفضل انه يكتفى بالمويه حتى لا يحصل استرجاع؟ ما افضل القهوه زي ما قلنا. اول شيء بالنسبه للفترات زي ما قلنا, قد ما قدرت انك تباعد ما بين النوم والاكل افضل. زين, نجي للنوع المشروبات نفسها, القهوه والشاي, المنبهات عموما ما افضل انه الواحد ياخذها فترات متاخره من اليوم عشان ما تاثر على جوده النوم, لان زي الكافيين القهوه مثلا فيها كافيين راح ياثر على جوده نومك, ما تنام نومه مريحه فتقوم وانت خملان. فقد اذا قدرت انك تقطعها افضل. بالنسبه للشاهي, لو قدرت تستبدل الشاهي العادي بشاهي بابونج مثلا, لان البابونج مثبت علميا انه من يحتوي على نوع من المحفزات, المهدئات نسميها, اللي تحفز الهرمونات المهدئة أو هرمونات سعادة زي السيروتونين وغيره. فيفضل يساعدك على يحسن جودة نومك, فتحس باسترخاء أفضل ونوم أفضل إذا قدرت تبدل الشاهي بشاهي بابونج أفضل. ممتاز. بالنسبة لللبن, اللبن ممتاز يساعد برضه على الهضم, لأنه يحتوي على نوع من أنواع البكتيريا اللي تساعد على الهضم, اللبن والزبادي عموما. لكن اذا قدرت تاخذ, اذا بتاخذ لبن يفضل انك تاخذ قليل دسم عشان كميات الدهون والكربوهيدرات اللي موجوده فيه. طيب شكرا, ونعيد الميكروفون الى المدير. والله يسلمك. أرضيتك؟ شكرا يا ابو عبد الله. أرضيتك؟ والله ما هذا الهدف الاول والاخير, ان نفيد استفادنا. اكيد اكيد, كلامك طيب ومشاركتك دائما طيبه. الله يبيض وجهك اخوي طارق. نذكر اخواننا المتابعين واخواتنا المتابعات بهذا الوقف اللي احنا فيه الان,
وهو وقف الرحمة الذي هو رحمة بالفقير واليتيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمون الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تنسون إخواننا وأخواتكم من المعوزين، من الفقراء، من المحتاجين، سواء الأرامل أو المطلقات أو المعسورين أو اللي عليهم كربة أو الفقراء أو حتى الطلاب اللي ما عندهم شيء، أو حتى اللي يبغون يدفع في البرد في هذه الأجواء الباردة، أو اللي يبغون الغداء ولا العشاء. إخواني هناك متعففين كثر، وهذه الجمعيات اللي الله منحنا إياها في هذه الدولة الله يعزها ويطول عمر ولا تأمرنا، هي ساعية أن تسد هذه الحاجة للمحتاجين. عندهم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يدرسون الحالات، يعرفون من المتعفين، يعرفون من اللي يحتاجون فعلا، ويتأكدون تحت رقابة من الدولة أن هذه الأموال تذهب في طريق الصحيح. ومن ضمنها جمعية عروة اللي نحن الآن في هذا الوقف التابع لها، وقف الرحماء، والذي يشمل أكثر من فئة: سهم الفرد 250، وسهم الوالدين 500، وسهم الأسرة 750. والمبالغ هذه أعتقد عند الأغلبية ما هي بشيء، ومبالغ بسيطة وقد نصرها في حاجات تضيع، لكن اللي عند الله ما يضيع. يا إخواني قدموا لأنفسكم، وهذه وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا في الحديث كما تعلمون أيضا أن المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. وأيضا في الحديث كما تعلمون من هذه الفئات اليتيم، في الحديث عليه وسلم أنه يقول: أنا وكافي اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأيضا كما تعلمون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فيه يقول: ما نقص المال من الصدقة بل يزيد بل يزيد. ولا حديث كثيرة عن الإنفاق وعن الصدقة، وخاصة نحن الآن دخلنا في شهر رجب، في شهر شعبان، وانتهينا من شهر رجب، وقرب منا رمضان وأشهر الخيرات، والله يجعلنا وإياكم اللي بلغهم الله رمضان ونصومه ونقومه يتقبل منا يا رب العالمين. فقدموا نفسكم يا إخواني لوالديكم لأسركم. ونحن مجتمع الإسلام هو مجتمع الجسد الواحد، الذي اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كجسد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هذا هو دينكم، وهذا هو ما اعتدناه منكم، وهذا هو مجتمعكم النبيل، المجتمع الشيم والقيم والعطاء والكرم. فابذلوا الكرم لله تعالى ثم لأنفسكم، وهذه الصدقات وهذه الأموال تنفع كأنت المنفق قبل أن تنفع المسكين أو الفقير، لأنها ترفعك عند مولاك وتكفر عنك خطاياك وتعالج مرضاك وتشافي همومك، بل بإذن الله تعالى أن تكفيك بعض ما كتب لك من أشرار أو ما كتب قدر عليك من قضاء وقدر بهذه الصدقة. إذا الله قبلها منك الله يجعلنا وياكم من المنفقين، ويجعلنا وياكم من الذين يفعلون الخير، ويجعلنا وياكم من الداني عن الخير، ويجعلنا وياكم مفاتيح الخير مغارق للشر. في ختام هذه الحلقة أشكر أخي العزيز الكتش الكابتن طارق الحمد، شكرا على حضورك، شكرا على المعلومات اللي أثرت الحلقة بها، شكرا على هذا الحضور الجميل وهذه الروح العالية والجميلة اللي فعلا ربطت حتى يعني علاقة الدين والصلاة بالرياضة، وهذا المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. شكرا لك يا أخي طارق، استفدنا ما شاء الله. الله يسعدكم، أنا اللي اليوم سعيد أني موجود معاكم، أني قدمت شيء يفيدكم ويفيد المتابعين خلف الشاشة. أنت مفيد وجميل حضورك وجميل ما قدمت وترك، وعدتنا إن شاء الله يكون برضو حضور لك معنا الأسابيع القادمة، وبنسق معك وإحنا نسعد بالطيبين شرواك، وبيت الحكمة هو بيت الجميع، والله بيت الجميع وبيت جميع فئات المجتمع في كل مجال. الله يحييكم. الله يسعدكم، بالعكس الواحد والله إنه يسعد إنه يكون جزء من برنامجكم الطيب. تسلم هذا. تسلم يا الله. شكرا لأخوياي الأعزاء اللي أيضا هم شركاء في النجاح، أخوي أبو صالح، أخوي أبو علي، أخوي أبو سليمان، أخوي أبو تخيل، أخوي أبو عبد الرحمن، الله يبيض وجيهكم يعطيكم العافية. والنصائح اللي قالها طارق لا تروح ضياع، طبقوا حتى لو نصها. والله استفادنا، حتى المشاهدين استفادوا أكيد إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد. الله ها الناس بحاجة. الغداء الحين كيف يا أبو تخيل؟ يقول الغداء حبة زيتون ونص جبنة ونص قريش. خف اليوم ما هو من بكرة اليوم مباشرة إن شاء الله. عندنا ضيوف أيضا آخرين وسوف نتكلم في مجال آخر. إحنا نسعى ونخطط ونحضر، نبغى أن نتكلم ونجيب شيء أول شيء يرضي الله تعالى ثم يرضيكم أنتم كمتابعين. بكرة عندنا رجل مميز إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه معنا إلا الظروف يعني ما أتاحت، وهو رجل له باع طويل في النصح والإرشاد عن آفة كبيرة جدا من أخطر آفات وهي المخدرات. بكرة عندنا أخونا الأستاذ والإعلامي سامي الحمود، وحلقة إن شاء الله مثرية، قصص عن الإدمان، قصص عن المخدرات، كيف نتجنب المخدرات، كيف ننصح أبنائنا المراهقين والمراهقات، كيف يبدأ طريق المخدرات. يعني كلام كله إن شاء الله أنه ينفعنا
وينفع الشباب وينفع الاباء وينفع الامهات. اسال الله ان يحمي شبابنا وفتياتنا من كل شر ويكفينا ومن يريد بنا الشر ان الله يجعل تدبيره وتخطيطه تدبيره. لا قولوا امين. شكرا لكم ايها الاوفياء، نترككم في رعايه الله وحفظه، نلتقيكم غدا في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. شكرا يا كابتن. شاشة بدأ